الموسم. تحت ضغط كبير على ريال مدريد بعد الفوز الكبير للبارسا البارحه بالاربعه وتعميقه للفارق الى 5 نقاط قبل هذه المواجهه بينه وبين ريال مدريد الذي سيلعب مثل ما قال زيدان 11 مباراه نهائيه من اجل التتويج بلقب الدوري. ريال الذي ما وضيعتها يا بنزيما والتسديده من كروس وجول. التسديده من كروس وجول هدف مبامت ومفاجئ ولكنه كم رائع. توني كروس يبارد الحارس ديميتروفيتش الحارس السربي ويسجل هدفه الرابع هذا الموسم في الدقيقه الرابعه من انطلاقه الشوط الاول من عمر هذه المباراه. ريال جول ايبر زيرو. اذا هازارد في الانطلاقه ومارسيلو دخل وهازارد رجع للخلف لعبها مع كازيميرو متسلل بنزيما كريم بنزيما. طبعا تقنيه الفار موجوده في كل الدوريات الكبرى مع الارجنتين وكولومبيا اسبانيا. راموس في التغطيه يلعب مباشره على رجاله اليمنى في اتجاه داني كتبو كيكي غارسيا حاول مورد براسي صراع والكره خطيره والتغطيه الدفاعيه من ذلك من كازيميرو يرجع مباشره لتيبو كورتوا بيصرع في حيويه في بدايه هذه المباريات مباشره في اتجاه اسبوسيتو يواصل يدخل كره خطيره او عن طريق ريانا يبحث عن مدافع كوريا كره صعبه التسديده هذه مباراه وديه لعبها بين عتيه هاي كره صعبه لصالح عناصر ايبار وخطا كل حكم ولكن عندما لا تحضر جماهيرك مع فريق ريال مدريد هاي المخالفه لاوريانا تحمست الخطوره مره ثانيه والكره ضربت مرمى الحكم كريم بنزيما يلعب مع الكره دخل رودريجو كريم مازال كريم ولكن ناحيه اوريانا يدخل الشيلي اوريانا وتغطيه من لوكا مودريتش يصرع جاز لتوني كروس يلعب كره بصدره توني كروس والارضيه بعيده ورايحه بالمراوغه مودريتش وبنزيما والكره الرقميه بعيده كره لوكا مودريتش جاري مارسيلو والكره بعيده خطيره بين الطرف ديبلاسيس يلحق عليه سواريش الكره البعيده راموس فاتيس ناحيه سواريش هاي كره صعبه لصالح ايبر يا بنزيما طبعا هازارد وصلت وهازارد جول راموس هو الذي قاد الهجمه هو الذي قطع طريق الكره وهو الذي كان امام المرمى الفارق يسجل الهدف الثاني في الدقيقه 30 من عمر الشوط ثاني هدف الريال بست اهداف هذا الملتحي هذا الشيخ راموس يسجل الهدف الثاني اعطونا اللقطه منذ بدايتها كيف اقطع الطريق وانطلق ومضى مباشره لكريم لا وكريم ودخل راموس لا والاول وامام الثاني وصل عليه هازارد هو انه ايبار عنده الجراه ايبار عنده الشجاعه فريق ايبار هذا خطا من باران هاي كره صعبه تسديده من اسبوسيتو وتيبو كورتوا يستلم عليه الكره شفنا الخطا اللي ارتكبه رافائيل باران ورودريجو كان يلحق ومارسيلو جول ثلاثة صفر للريال بنزيما وادم هازارد ومارسيلو يستلم ويسجل اول اهداف هذا الموسم مارسيلو مع الريال في الدقيقه 37 يقصف بالتقيل ريال مدريد البارسا ضربت بالاربعه نحن نضرب بالثلاثه اليوم بعد 37 دقيقه وما زال مور يلحق عليه سواريش وستاتو سواريش وكان بخول معه وتشيبو كوكو يتمكن من هذه الكره فيش في القواميس لاعب توقف فريق يتوقف 3 اشهر سواريش والكره البعيده المرفوعه بعيده كثير بالراس صعب التفوق على راموس وعلى راموس ممكن اي بار يرجع في اي مكان الرقيه تنفذ بالراس اللقب قد في مشوار المنافسه على دوري ابطال اوروبا هذه الرقيه توني كروس والكره الداخله بعدين عن راموس ورافائيل تحت الغام هذه الهتافات ال20 من الدوري الاسباني بعيد الكره هذه على رودريجو والتغطيه من الحارس ماركو الكره صعبه لصالح عناصر الريال رودريجو رائع باليسرى رودريجو ورادعة من ديميتروفيتش والحكم في هذه اللحظات السيد جيلير مونكوا شاهد في مندي دخل فيرلان مندي في تشكيلة فريق توقيت صيفي والفارق ساعة بين التوقيت في اسبانيا والتوقيت في الدوحة ساعة واحدة فترقة مباراة الساعة 7:30 كرة بعيدة من اوريانا بعيد ما زالت الخطورة اوريانا الرايم الثاني كرة صعبة وتغطية دفاعية من هنالك من امام اللاعب دي بلاسيس ليدن هازارد يرجع مرة ثانية لمارسيلو هاي كرة صعبة للريال ولكنها بعيدة على كريم بنزيما الكرة ممتازة عن طريق ليدن هازارد ارجع لمندي رودريجو الخطر ياتي من كل الجهات رودريجو راموس مازال عنده الكره يلحق عليه مارسيلو وكذلك راموس تلعب في الوسط لاوريانا طرد يغطي كورتو هاي المراوغه هازارد مازال التوزيع بين احضان الحارس ديميتروفيتش كره جت محاصر يضيع الكره تسترجع من ذلك عن طريق قلب الهجوم كيكي غارسيا والكره في الخط يصفر الحكم تلعب بسرعه من جانب دايحه للوقت محاوله التسديده سلام في منتهى الروعه هذه التسديده من قبل اسبوسيتو وفي منتهى الروعه الارتماء من تيبو كورتوا يخرج يا سلام رائع الكرة هذه ضربت في العارضة الأفقية سبوسيتو ورائع الارتماء من الطويل الكرة صعبة وجول كرة صعبة وجول ضربت في هذا وذاك ودخلت تحت رجل تيبو كورتوا هدف أول لنادي أيبار في الربع ساعة الأول من انطلاقة الشوط الثاني في الدقيقة 60 من الذي سجل أنا لا أعرف حتى أنتم هل هو إنريك هذا أم إسبوسيتو الذي سجل الهدف لفريق أيبار هاي لعادة بيدرو ليون الكرة الأولى ثم الثانية ضربت هنا في وضعية تسلل أم لا
الزاوية هذه لا توضح. أعتقد بأنه مارسيلو هو اللي دخلها. أعتقد بأنه مارسيلو هو اللي هو مارسيلو يفوت. يا مندي كسرت رأي التسلل. كم صار الأمر منصف في لعبة الكرة بفضل تقنية الفار. اختمت أو كرات مثل هذه كان عناصر أي بار كرة في العمق البحث عن إنريك. أي إنريك أصلها وطة بيدرو ليون على جاي من ليون. أي صعبة لإنريك. لم يكن في رأيك تسلل هنا بيدرو ليون في وضعية سانحة وتيبو كورتو أغلق الزاوية كلها. هذه المرة تمكن إسكو خميس روديغيز ماريانو وحتى ماتشو سجل هذا الموسم مع فريق ريال مدريد بالإضافة إلى الفريق الذي سجل عدد أكبر من اللاعبين في الدوريات الخمسة الكبرى كلها هذا الموسم. يعني مش فقط إسباني سجل هدف واحد هذا الموسم مع فريق أي بار. كرة بعيدة وضربة مرمى يكون حكم المباراة في صالح عناصر ما وضيعتها يا بنزيما. والتسديدة من كروس وجول. التسديدة من كروس وجول. هدف مباغت ومفاجئ ولكنه كم ورائع. توني كروس يباغت الحارس ديميتروفيتش الحارس السربي ويسجل هدف الرابع هذا الموسم في الدقيقة الرابعة من انطلاقة الشوط الأول من عمر هذه المباراة. ريال جول ايبار زيرو. إذن هازارد في الانطلاقة ومارسيلو دخل وهازارد رجع للخلف لعبها مع كازيميرو. متسلل بنزيما. تسلل كريم بنزيما. بنزيما طبعا هازارد وصلوا وهازارد وجول. با 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 راموس هو الذي قاد الهجمة. هو الذي قطع طريق الكرة وهو الذي كان أمام المرمى الفارغ يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 30 من عمر الشوط. ثاني هدف الأول بست أهداف هذا الملتحي هذا الشيخ راموس يسجل الهدف الثاني. أعطونا اللقطة منذ بدايتها كيف قطع الطريق وانطلق ومضى مباشرة لكريم. لا وكريم ودخل راموس ورودريجو كاد يلعب ومارسيلو جول. سفل النار بنزيما وإيدن هازارد. هازارد ومارسيلو يستلم ويسجل أول أهداف هذا الموسم. مارسيلو مع الريال في الدقيقة 37 يقصف بالتقيل ريال مدريد. البارسا ضربت بالأربعة نحن نضرب بالثلاثة اليوم بعد 37 دقيقة وما زال. الكرة صعبة وجول. كرة صعبة وجول. ضربت في هذا وذاك ودخلت تحت رجل تيبو كورتوا. هدف أول لنادي أيبار في الربع ساعة الأول من انطلاقة الشوط الثاني في الدقيقة 60. من الذي سجل؟ أنا لا أعرف حتى أنتم. هل هو إنريك هذا أم إسبوسيتو الذي سجل الهدف لفريق أيبار؟ هاي لعادة بيدرو ليون. الكرة الأولى ثم الثانية ضربت هنا في وضع التسلل أم لا. الزاوية هذه لا توضح. أعتقد بأنه مارسيلو هو اللي دخلها. أعتقد بأنه مارسيلو